معانا الاستاذ محمود العسقلاني يا شباب. طيب يا استاذ محمود، مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، عامل ايه يا صديقي؟ الله يخليك يا فندم، انا يعني سعيد انا بالمحاضره بقول اللي للساده معاك. المشاهدين، انا اكبرت ما فعلته. انت رجل لك خطك الوطني الواضح جدا الذي لا يختلف احد عليه، تعمل من اجل الناس طول الوقت من سنين طويله، وساءك انه بعض ما تقوله، انه يعني انا ما اعرفش انت متفق معايا في ده اكيد، انه خصوم هذا الوطن بيستغلوه للهجوم علينا مره اخرى. انت طلعت بيان، قول لي ايه الحكايه؟ اولا خليني اقول لك يا دكتور، انا ما زلت اصر على ان هناك فارق كبير وشاسع ما بين المعارضه والمكايده. حلو فكره ده. ان تعارض هذا امر مما يحسب لاي دوله، وجود المعارضه في اي دوله دليل قوتها ودليل عظمتها ودليل انها فيها أكيد. تنوع، تمام؟ انما فكره ان تستغل هذه المعارضه في الخارج، هذا كلام لا يجوز لمثلي انه يعمله، العيب. أنا بعتقد إنه لو في حاجة عايز أقولها أقولها هنا جوه مصر. أنا بقول كل اللي أنا عايزه في مصر بحرية تامة على صفحتي وفي وسائل الإعلام، ما عنديش أزمة، لأنه في النهاية أنت بتستهدف من اللي أنت بتقوله ده إن أنت تصلح شأن البلد. صحيح. أنت لا تستهدف إن أنت تكايد الدولة. يا سيد الفاضل، أنت حالا قلت إنهم بيشيطنوا. أنا على فكرة كنت من بين الحاجات اللي عايز أتكلم فيها، طنط كل ما يجري على الأرض المصرية. حرام. يعني أنت يعني هل من المعقول والمقبول انه طول الوقت عبد الفتاح السيسي بيعمل كل حاجه شر؟ مستحيل. يعني في يعني انت لازم يبقى عندك حتى الموضوعيه. يعني دول لو ناس بيعرفوا يلعبوا اعلام يروحوا جايبين موقف ايجابي مثلا مره او موقفين لا، او اي هم حاجه يوزنوا فيها. عندهم كل حاجه خطأ 100%. يا سيد الفاضل، انا كنت ماشي في صلاح سالم، في مره فجاه ما لقيتش نفق صلاح سالم اللي انت طول عمرك كنت عيل صغير وانا عيل صغير بشوفه. ايوه. طب ده شيطان، دي شيطانها ازاي؟ يعني شيطانها ازاي ان انا كنت بقف، كان النفق ده انت قبل صلاح سالم قبل الساعه السكانيه تعب بالنص ساعه في الحته دي. ده الشيطان صحيح. دي ازاي؟ الشيطان ازاي ان انا بامشي في حاله سيوله؟ الولد اللي شغال في القطاع الخاص في التاكسي بتاع القطاع الخاص بيقول لي انا كنت بطلع مشوار واحد ولا مشوارين واروح مش لاقي تمن البنزين. النهارده انا بروح مشوار واثنين وثلاثه وعشره وبكسب وبربح. انا كنت واخد موقف من عبد الفتاح السيسي، النهارده لا طبعا. لو قعدت اسمع من هنا للصبح في حاله ممانعه، اصبح هذا الولد لديه مناعه من الكلام اللي بيتقال في الخارج. وعشان كده بقول احنا مهم جدا ان احنا نوعي اولادنا وشبابنا، لانهم بيلعبوا على ده. هو بيلعب طول الوقت على فكرة. انت عارف عبد الفتاح السيسي لو صلى الصبح ركعتين هيعرضوه ويقول لي ليه ما صلاش ثلاثة؟ والله انا اقول لك، انا هقول لك على حاجة. وكنا بنتكلم يعني مع بعض الاصدقاء الاعلاميين، وقلت لهم يا جماعة انه مصر واعلامها لو طلعوا كل يوم وجابوا المصاحف وقعدوا يقروا على الهوا بس، يقروا قرآن بس، هيطلعوا برضو يقول لك انه القرآن بتاعهم غلط والقرآن بتاعهم مش طبعا. عارف ايه طول الوقت طول الوقت. اتفضل. لا، انت امام ازمه للاسف الشديد. انا بقول بامانه، يعني لدينا مشروع نهضوي وتنموي رائع جدا، هذا البلد سوف يشعر به خلال السنوات القادمه، يعني ربما 21 بتمنى انها تكون بدايه الحصاد ان شاء الله. لانه انت احنا تعبنا كلنا فعلا. ولا شك ان الاصلاح الاقتصادي عمل لنا تبعاته وخلانا كلنا بنتعب، ولكن احنا نتعب افضل ولا اولادك في المستقبل يتعبوا؟ وانت عايز تسيب عيالك يبقوا مديونين ليه؟ ما نسيب اولادنا مستريحين، نسيب لهم بلد. على فكره انا عايز اقول لك يا دكتور محمد، وانت عارف تاريخنا كويس، الناس اللي عاشوا ايام محمد علي تعبوا، لكن في ايام محمد علي حصلت نهضه، وايام محمد علي حصلت ترع وانفاق محمد وحاجات محمد علي استفدنا منها ولا ما استفدناش؟ محمد علي كان بينتزع ابناء المصريين انتزاعا عشان يعلمهم ويدخلهم الجيش عشان يبني جيش قوي ويعلم الناس. والناس كانت بتشكو من ده. طبعا انت النهارده كل اللي عمله محمد علي الان نحن كجيل بنستفيد، كاجيال جئنا بعد محمد علي بنستفيد. صحيح. انما الذين عاشوا في ايام محمد علي كانوا تعبانين، اكيد كانت الدنيا ضيقه معاهم. احنا طب عشان تبني انت البناء طب ده، انت بتوجه، انت لما بتيجي تبني مش بتحوش عشان تبني. انت قلت ازاي يعني؟ انت قلت في البيان بتاعك نصا: أؤكد بأنني ما زلت على قناعتي بحتمية المعارضة وليس ضحالة المكايدة.
طبعا شرف لي ان اعارض الحكومه بموضوعيه ولا اناوشها بانتهازيه، وقلت طبعا. انه قناه مكملين تسطو على فيديوهاتي وتكايد الحكومه بها على طريقه الرداحه سكسكه، وهذا أيوة. مما لا يليق. وقلت ده بقى يعني استوقفني في البيان بتاع حضرتك يا استاذ محمود، قلت فلا يعقل ان يخطئ موظف هيئه الاوقاف او اي مسؤول لنرى كل الهجوم على راس على رئيس الدوله بمفرده، وهو ما اسميه استدعاء وربما صناعه ماده التلاكيك، وقد صارت خناقه يوميه مادتها ومحورها الرئيسي رئيس الجمهوريه بمفرده. رسالتك ايه لهذه المنصات يا فندم؟ او انا رسالتي إيه؟ انه يبقى في عندهم قليل حتى من الموضوعيه، قليل من الاحترام لهذا البلد اللي علمهم. كل دول مصريين للاسف الشديد. البلد اللي علمهم وانشاهم وخلاهم بني ادمين النهارده بيتكلموا بيتفوهوا وبيتلسنوا على بلدهم، يعني يحترموا نفسهم، لانه في النهايه دي بلد، هذا البلد سوف يستقر يا سيدي. هذا البلد الذي تكلم الله تجلى فيه ربنا، وسيدنا عيسى عليه السلام مشي فيه، والعائله المقدسه مشيت فيه، ومعظم انبياء الله قادموا ليه. مش هيحصل له اللي هم متخيلينه، ممكن يحصل حواليك الحزام الناسف، يحصل في السودان، يحصل في سوريا، يحصل في لبنان، يحصل في اي مكان، انما مصر دي دوله صحيح عريقه، ودي دي دي اقليم القاعده، ده الاقليم اللي هم للاسف الشديد لو لو لو, لو الاقليم تعب هم هيتعبوا. صحيح. كانت هنا العالم حوالينا في يوم من الايام كان ضلمه، وكان مصر دي عز النهار، البلد دي عمرها ما هتظلم طالما فيها خير، وطالما فيها ناس محترمين، وطالما فيها ناس مثقفين وعندهم وعي وعندهم ادراك. انا اعتقد ان بلدنا المرحله، كل الناس اللي اختلفوا حتى في مصر هنا مع الرئيس السيسي خلال المرحله اللي عدت عشان ضغوط الحاله الاقتصاديه او ضغوط التحول الاقتصادي، كلهم خلال الخمس سنوات القادمه ربما هم اللي يدافعوا عن عبد الفتاح السيسي بنفسه ان شاء الله. انا بشكرك جدا الصديق العزيز الكاتب الصحفي محمود العسقلاني.